الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم قصة دعاء. بعد ما تكلمنا عن أنه نحن نفتح الدعاء بإيه؟ بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، وتاني حاجة نعملها إيه؟ أنه نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتالت حاجة أنه إحنا كمان نناجي الله سبحانه وتعالى ونخضع بين يديه ونتذلل إليه. الحاجة الرابعة هنعملها هي إيه بقى؟ أن نستغفر الله عز وجل. أول حاجة تطلبها من ربنا أن ربنا يغفر لك، أن ربنا يغفر الذنب اللي هو كان حاجز بينك وبين أنه هو يرضى عنك، يفتح لك أبواب الخير ويتجاوز عنك وكمان يدخلك الجنة. وهنا خلوا بالكم، صفة المؤمن اللي إحنا مطلوب نتمسك بها أنه عندما يرتكب الذنب أول حاجة بيعملها بيستغفر على طول، ما بيوقفش. دايما العبد منا يذنب ويستغفر، يذنب ويستغفر. العبد المؤمن يعني ما ينفعش يقعد على ذنب، عشان هو أصلا إنسان، والإنسان مش معصوم، لا عصمة إلا للأنبياء. ما فيش حد معصوم غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله جميعا. أما غير الأنبياء والمرسلين كلنا مخطئ، كلنا نخبط، كلنا نذنب، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين إيه؟ التوابون، اللي هم بيستغفروا على طول. فلذلك لما نجي نقرأ في سورة آل عمران ونشوف إزاي هو حال المتقين، ها؟ حال المؤمنين، اسمعوا معايا الآيات دي اللي يعني تبين لنا حال العبد المؤمن بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. شوفوا على طول، إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. طبعا في حديث 70 مرة وفي حديث 100 مرة. حتى الصحابة كانوا بيقولوا كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. شوفوا بقى، رب اللهم اغفر لي، كان دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شغال في الاستغفار. طب ده اللي هو أصلا المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب إحنا حالنا إيه؟ إحنا حالنا إيه؟ إحنا اللي نخطئ في اليوم أخطاء كثيرة ونغلط أغلاط كثيرة. طب لازم نعمل إيه؟ لازم نكثر من الاستغفار عشان ربنا يغفر لنا ويوسع علينا ويشرح صدورنا وينولنا مرادنا واللي احنا عاوزينه. احنا بعد الفاصل هنحاول مع بعض كلنا ندعي بدعاء سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا لازم نحفظه عشان دايما لما نبدأ بالدعاء بعد ما نثني على الله ونصلي على النبي وننجي ربنا ندعو به. يلا ناخد الفاصل ونرجع تاني عشان ندعو مع بعض دعاء سيد الاستغفار. فاصل نرجع.
يا أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان كلنا مع بعض يلا كده ندعي بدعاء سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده سماه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار الذي يدعوه في يعني الصباح فيموت فيدخل الجنة على طول، ولو واحد دعاه في الليل ومات يدخل الجنة على طول. ليه؟ عشان هو سيد الاستغفار، أعظم حاجة تستغفر فيها ربنا. فيلا مع بعض نرفع إيدنا لربنا ونحمد الله مع بعض كده ونثني عليه ونصلي على سيدنا النبي وندعي مع بعض بدعاء سيد الاستغفار وايضا بادعيه تانية تتعلموها عشان تدعوا بيها وتستغفروا بها ربنا سبحانه وتعالى. ان داع فامنوا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل جرمنا ومما جنينا على أنفسنا ومن إسرافنا في أمرنا ومن تفريطنا في جنبك. يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر الذنوب التي تحجب النعم، اللهم اغفر الذنوب التي تمنع الأرزاق، اللهم اغفر الذنوب التي تحجب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا يا رحمن يا رحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم وغفر لي ولكم وتجاوز عنا وعن سيئاتنا. نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله بحلقة جديدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أرحم الرحمن.